أين يكون رأس الجنين في الشهر السابع؟ خلال الشهر السابع من الحمل يستمر الجنين في نموه وتطوره، كما أنه يكون في حالة حركة دائمة ومستمرة ولا يتمركز في مكان أو اتجاه معين. ولمعرفة أين يكون رأس الجنين في الشهر السابع، علينا دراسة مراحل التطور التي يمر بها الجنين خلال هذا الشهر. في الأسبوع الأول من الشهر السابع تكون حركة الجنين أقوى، ويبلغ وزنه حوالي 1150 جراماً، ويتحرك الجنين في هذه المرحلة من جهة إلى أخرى، وستشعرين بركلات قوية مع بعض الركلات الخفيفة، ولهذا فإن رأس الجنين لا يستقر في مكان محدد. في الأسبوع الثاني من هذا الشهر يزداد وزن الطفل ليبلغ 1400 جرام، كما يكتمل نمو أعضاء جسمه ويكتمل نمو اليدين، وتبدأ الأظافر بالظهور، وستتمكنين من رؤية حركات يديه وقدميه على جهاز السونار، ولا يحدث استقرار رأس الجنين في مكان ما، وذلك بسبب استمراره في الحركة. في الأسبوع الثالث من هذا الشهر يبلغ وزن الطفل حوالي 1600 جرام، ويستمر في النمو، وتبدأ معظم الأعضاء الرئيسية بالعمل، ويبقى الجنين في حركة دائمة ومستمرة دون أن يستقر في مكان معين. في الأسبوع الأخير من هذا الشهر يصل وزن الجنين إلى حوالي 1800 جرام، وسينام الطفل لوقت طويل خلال هذه الفترة، وتقل حركته لأن الرحم سيصبح ضيقا عليه بسبب تحجره وامتلائه بالسائل، لذلك سيواجه الطفل صعوبة في الحركة وتصبح ركلاته أقل قوة، ومع ذلك لن يتوقف الطفل عن محاولات الدوران، ولن يستقر رأس الجنين في مكان معين إلا في نهاية الشهر الثامن حتى موعد الولادة. إلى اللقاء.